كانت تفكر في الانتقال إلى المريخ. هل اخترت موقعاً لبيتك الجديد؟ لا؟ إذن أنا هنا لمساعدتك. الأهم في المهم، ها هي بعض الأشياء التي ستحتاج لجلبها إلى الكوكب الأحمر: تحمل شديد للبرودة، والوحدة والنشاط الإشعاعي، وإمدادات تكفي مدى الحياة، من الهواء الصالح للتنفس والطعام، ومركبة فضائية ثمنها مليارات الدولارات، ورغبة في الابتعاد عن كل شيء، والماء. بالتأكيد ستحتاج إلى الماء. إذن ما هو نوع العقار الذي تبحث عنه؟ ما رأيك في قصر في متاهة النوكتس لابيرنتس؟ أو ملاذ منعزل في حفرة الوجه الضاحك؟ أو في قلعة على هضبة الفيسميسا؟ أو إطلالة على المحيط؟ للأسف لدي أخبار سيئة عن هذا الاختيار. لقد تأخرت ما يقرب من 4 مليارات سنة. نحن واثقون تماماً من أن كوكب المريخ كانت تجري به محيطات وبحيرات وأنهار، مجموعات من المسطحات المائية، لكن بمرور الزمن تقريباً إما تجمدت تحت سطح الكوكب أو تبخرت في الفضاء. إلا أنه من المرجح أنه ما زال هنالك بعض الماء تحت الأغطية الجليدية المكونة من ثاني أكسيد الكربون التي تتمدد وتتقلص موسمياً. إذن كيف كان سيبدو كوكب المريخ اليوم إذا كان به مياه سطحية؟ هذا بالطبع يتوقف على كمية المياه التي نتحدث عنها. ربما كان سيبدو كالآتي: النصف الشمالي من الكوكب المنبسط نسبياً منخفض عن متوسط ارتفاع الكوكب، لذا كان سيصبح محيطاً واحداً هائل الحجم، بينما النصف الجنوبي المغطى بالحفر يظل مرتفعاً وجافاً على الأغلب. هذا الاختلاف بين نصفي الكوكب يبدو كارثياً بعض الشيء، ولا نعرف لماذا هو على هذه الحال. من المرجح أن النصف الجنوبي أقدم كثيراً إذا أخذنا بالاعتبار عدد الحفر والدلائل على النشاط البركاني المزداد في الشمال. حسناً، من يدري؟ ربما ستكون هنالك محيطات مجدداً على المريخ يوماً ما. أما الآن، ما هو إلا صحراء مغبرة هائلة الحجم؟ في الواقع، هو يشبه كثيراً الصحاري الموجودة على الأرض، لدرجة أننا تمكنا من معرفة الكثير عن المريخ بواسطة كوكبنا. على سبيل المثال، الكثبان الرملية على كوكب المريخ تتصرف مثل الكثبان الرملية على كوكب الأرض، إلا أن الكثبان المريخية تصل إلى ضعف حجم الكرة الأرضية، وذلك يعود إلى قوة الجاذبية التي تبلغ ثلث قوة جاذبية الأرض. كما أن المريخ به بعض التضاريس التي لن تراها على الأرض مثل التارز، وهي كثبان رملية لا قمم لها، يصل ارتفاعها إلى 15 متراً، ولا نستطيع حتى الآن فهم تركيباتها. لابد أنك تتساءل ماذا ستكون نتيجة المزج بين صحراء على مساحة كوكب بأكمله ومناخ كمناخنا، خاضع لفرق الضغط المولد للرياح، عواصف رملية. هذه ستكون كوارثك الطبيعية الرئيسية على الكوكب الأحمر، وهي تلعب دوراً كبيراً في جعل الكوكب أحمر اللون عن طريق نشر جزيئات الحديد الصديئة على سطح الكوكب وفي الهواء. وبسبب الجاذبية الضعيفة وقلة الرطوبة، قد تستمر هذه العواصف الرملية لشهور وتغطي الكوكب. لذا قد يكون من الأفضل أن تبني منزلك على أعلى ارتفاع ممكن. حسناً، لا تبحث بعد الآن. ها هو أوليمبوس مونس، أكبر بركان في المجموعات الشمسية. حتى وإن كان المريخ به هواء صالح للتنفس، سترى أن الإطلالة من على قمته التي تصل إلى 25 كيلومتر تحبس الأنفاس. أم أنك لا تحب البراكين؟ إذا ما رأيك في فاليس مارينيريس؟ أكبر واد في المجموعات الشمسية، هو عريض لدرجة أنك إذا وقفت عند إحدى حوافه ستكون الحافة الأخرى تحت منحنى الأفق. بالرغم من ذلك، ستشاهد غروب شمس أزرق رائعاً في سماء حمراء اللون عادة، والذي يستمد لونه من الغبار الذي يمتص معظم الضوء الأزرق، وبسبب تشتيت الغلاف الجوي لضوء الشمس. هل لديك العزيمة والفضول؟ أم أنك تبحث عن فرصة فقط؟ إذن كف عن المماطلة وانتقل إلى المريخ اليوم. المريخ أكثر احمراراً من أي وقت. استمر في التعلم باستخدام مقاطع الفيديو هذه، ولا تنسى الاشتراك، لا تفوت فرصة تعلم شيء جديد.